الإعلامية مروة صبري بتهاجم رانيا يوسف وخلفت كل التوقعات وعلى عكس زمايلها، وقالت لرانيا انتي صوتك وحش والجمهور مش مجبر يشوف حاجة مش عايز يشوفها. أكيد انتوا سمعتوا عن تجربة الفنانة رانيا في الغناء وازاي فاجأة الجمهور بأغنية لي. مروة صبري طلعت في برنامجها قعدة ست وقالت رانيا يوسف طلعت علينا بفيديو كليب، ليه بتغني ومين أقنعك وقالك إن صوتك حلو؟ وقالت كمان عن رانيا إنها ممثلة شاطرة وحتى لو عملت استعراضات في الكليب فهي أجبرت الجمهور إنه يشوف حاجة مش عايز يشوفها. مين يا رانيا اللي ضحك عليكي واقنعك وقعك في الفخ ده وقال لك خش غني؟ وردك كمان على السؤال اللي ممكن تساله ما تتفرجيش على الاغنيه لو مش عاجباك، وكان ردها ان احنا بقينا مجبرين دلوقتي على السوشيال ميديا، ما بقاش فيه ما تتفرجيش. السوشيال ميديا احنا قاعدين بنقلب على الفيسبوك ولا التيك توك ولا الانستجرام، كل الحاجات دي بتطلع لنا. اذا احنا الجمهور بيجي له اكتئاب انتم برضو ارحموا الجمهور. وعن نفسها هي مذيعه بس برضو واحده من الجمهور، وده كان رايها في تجربه رانيا الجديده. بكده يكون خلص كلامنا، قولوا لنا بقى ايه رايكم انتوا في تصريحات الاعلاميه مروه صبري، وهل فعلا بقينا مجبرين نشوف اي محتوى على السوشيال ميديا بيتعرض؟